اجمع اجمع هالنقاط وارسم مخطوطة نجوم واحذر هالنسبة تطيح ما ينفعنا صوت. اسمي حسن قاسم حسين المصعلي من جدة، العمر 30 سنة. موهبتي التمثيل وكتابة السيناريو، وإن شاء الله يعني نطمح أن نكون يعني عند حسن الظن، وإن شاء الله نفيد ونستفيد بإذن الله تعالى. ومدام الأستاذ محمد الشمراني هني، إن شاء الله أنه يضبطنا. ولوني حين ترى، ها أنتوا مين؟ أنت اللي مين؟ عرفنا باسمك. انا مستغرب انتم اللي مين يعني ضيوفنا انتم، ما ادري ايش. الله يخليك. انا اخوكم حسن، حسن قاسم حسين مصعلي. والنعم حبيبي. والنعم. الله يسعدك. بس انتم مين؟ واضح النظاره. محمد الشمراني، عبد الرحمن قاسم، صالح العمري، ياسر عباس. بس ايش اللي جابكم هذا بيت؟ انا يعني انا مستغرب، ضيوفي وجايين بدوني، يعني كيف هذه؟ ايش الهرجه؟ بس ولدك هو اللي جابنا هنا. ولدي؟ ايه؟ انا لسه ما تزوجت. اجل ولد جيرانك. جوازي احنا دخلنا بيت الناس بغلط، اسفين. طيب هذه العمارة حقتي بفلوسي. بفلوسي. ايوه تيجوا كده على طول. اعتذر منك. بس تدخل اي بيت انت؟ انت اللي تخشوا اي بيت. انت داخل بيت الحان؟ لا ده بيتي انا. تقول عمارتك مو بيتك. الصك حقي. حتى لو الصك حقك تدخل اي بيت. مأجر انت. انا شغال وقف. ايش موهبتك ما شاء الله؟ التمثيل. التمثيل وكتابة السيناريو. كتابة السيناريو. كاتب سيناريو. تقليد اللهجات يعني. ايش اللهجات اللي تتقنها؟ يعني سوداني، باكستاني. سمعنا كل حاجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الحمد لله أنا أعيش هنا في المملكة العربية السعودية. أنا حب المملكة العربية السعودية. أنا بلاد الحرمين الشريفين. أيوة هذا في القلب حقي أنا. في العقل، في الروح، في كل شيء. أنا حب المملكة. أيوة أنا أفدي المملكة. حلو. السودان إيش يرد عليه؟ والله يا عليك الله، أن إحنا ذا دايرين نعيش في المملكة العربية السعودية. أي البلد المعطاء، بلد معطاء قال لك. وأنا والله ولما عشت درست في كلية الهندسة، ويعني سبحان الله ربنا وفقني وتزوجت وحدة من كلية الهندسة. ما شاء الله. لبناني. لبناني يعني. الحمد لله يعني احنا عائلتنا شويم وما شاء الله يعني دل. هو واضح. عندك اعتراض؟ شوام مين يا شيخ؟ والله لكان. شو؟ يعني انت تعال عنا وان شاء الله يعني. لوين نجي؟ تجي لعنا بالجبل. بالضيعة. شو بيه؟ وين ضيعتكم؟ شو اسمه؟ ضيعتنا؟ شو اسمه؟ اسمه بيروت الجبال الوداء. وداء؟ ايه الوداء. شكلها الوزغة. شوف يا حسن قاسم حسين، انت شخصية موهوبة جدا. حبيب قلبي. جدا. عندك تقمص عالي لدرجة، وادري انك كنت تمثل في البداية، لكن حسيت في لحظة من اللحظات هل هو كذا صدق؟ يعيش نفسه. إيه هل هو كذا صدق؟ لا لحظة، لا نطقطق عشان ما يطلع صدق كذا. لكن فعلا تقمصك كان عالي. ما كنت تمثل لأن الممثل أساسا لا يمثل. صحيح. فأحسنت. بس أنا عندي مشكلة مع حسن. إيش؟ أحسك ما أنت واثق. ليش مايل؟ والله عندي الركنية تعبانة. الله يسعدك يا رب. انا بالنسبه لك كيف؟ لا احد عنده شيء؟ يعطيك العافيه يا حسن. شكرا. حسن روح. شكرا لك يا حسن. الله يعطيك العافيه. اروح من هنا؟ هنا هنا؟ روح. والله شوف اللجنه بعد ما سمعت انها يعني عندها حركات تستفز وكذا، فقلت اني ادخل امتص الاستفزاز اللي عندهم، بحيث اني اذا دخلت ابدا بكوميديا بحاجه كذا انها تمتص. يعني مثلا انا لما اكون مطفر وراعي البقاله مو راضي يسلفني، اقعد احوص عليه اضحكه شويه بعدين ايش؟ الين يسلفني واكل واخرج. يعني حركات.